أهلا بكم من تاني مشاهدينا الكرام. موضوعنا عن الإدمان وتأثيره على الأفراد والمجتمعات، وانضم لنا عبر سكايب الدكتور عمر النمر الاختصاصي في الإرشاد النفسي. دكتور عمر أهلا بك. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك دكتور. ما هو المفهوم والتعريف الشامل للإدمان؟ الحقيقة الإدمان يعني هو من أشد الظواهر أو الاضطرابات السلوكية المنتشرة حاليا بين الشباب في العالم، وهو رغبة قهرية للاستمرار في تناول مادة مخدرة وزيادة هذه الجرعة باستمرار، ما يؤدي إلى اضطراب في السلوك ويؤدي إلى الاعتياد على هذه المادة وعدم القدرة على الاستغناء عنها نهائيا، بحيث هي تكون يعني صارت معتمدة من قبل الجسم وصعب الاستغناء عنها بسهولة. هذا تقريبا يعني تعريف مختصر للإدمان. طبعا الإدمانات مختلفة، في من الإدمان على المواد المخدرة، في الإدمان على الإنترنت، في الإدمان على العمل، في الإدمانات كثيرة، ولكن أظن أن حديثنا اليوم عن الإدمان على المواد المخدرة، على المخدرات. نعم. طيب دكتور، ما هي العوامل التي تجعل الشخص يتجه للإدمان؟ الحقيقة العوامل اللي تخلي الإنسان يعني يتجه للإدمان عوامل كثيرة، منها عوامل شخصية، إنه يكون عنده اضطراب شخصية أو يكون عنده ظروف قاهرة بيمر فيها الإنسان، أو في عوامل بيئية تتعلق بالبيئة اللي هو موجود فيها، برفاق السوق اللي موجودين، بالسوشيال ميديا اللي أحيانا متروج لنوع من المخدرات، بالأفلام أيضا اللي بتخلي المثل الأعلى مثلا في البطل الفيلم هو يتناول مخدرات مثلا، فباللاوعي بيتشكل عند الشاب أنه أنا بدي يصير مثله وبدي يتناول مخدرات. أحيانا الغنى الفاحش، يعني واحد معه مصاري وعنده سيارة وعنده كل شيء، بيحب يجرب شيء جديد، بيحب يجرب شيء ما جربه، فبنتابه الفضول أنه يجرب المخدرات، وفي البداية طبعاً بيحصل على شعور ممتع في البداية، ولكن هو لا يعلم أن هذا الشعور الممتع سيؤدي إلى حالة من الإدمان لن يستطيع التخلص منها بسهولة. أيضاً الظروف البيئية اللي بيعيش فيها الإنسان، يعني بالأسر المتفككة، انفصال الأب عن الأم، الاضطهاد أحياناً اللي بيكون بالأسرة، التنمر بعض الأحيان، يعني هناك ظروف كثيرة. أحيانا مثلا نعم. يكون بالأسرة في قدوة سيئة، في أب مدمن مثلا، فالولد يحب يقلد أبوه وممكن يعني يطلع مدمن قدوة بأبوه. فالظروف الأسرية القاهرة، الحالات الضغوط النفسية اللي بتعرض لها الإنسان، الضغوط المادية، ضغوط الحياة بشكل عام، إذا لم يستطع التعامل معها بنجاح ولا ما عنده الآلية الكاملة للتعامل معها وتخفيفها، فقد يلجأ إلى المخدرات ليغيب عن الوعي، ليخف تأثير هذه الضغوط عليه. طيب دكتور، كيف نعرف أن المدمن مدمن؟ يعني إزاي نقدر، أو ما هي العوامل التي تظهر على الشخص وبالتالي ساعتها نستطيع أن نقول أن هذا شخص مدمن؟ يعني حضرتك تطرقت إلى التأثير السلبي للأعمال والتلفزيون والأفلام أو الدراما في تصدير المشهد على أن شخص بطل ومدمن في النهاية. أيضا هذه الأفلام أو هذه المسلسلات تصور المدمن على أنه بهيئة معينة، أنه غير منضبط نفسيا، أو تحت عينيه هالات سوداء أو غيره. ما هي العلامات الطبية؟ تمام، تفضلت أنت بأول علامة وهي الهالات السوداء حول العين، ضعف في وهزال بالجسم نتيجة أحيانا ضعف الشهية، لأنه بعض أنواع المخدرات تؤدي إلى زيادة الشهية، وبعض أنواع المخدرات تؤدي إلى نقصان الشهية. مثل ما بتعرف حضرتك أنه المخدرات نوعين، منها نوع من الأعشاب الطبيعية مثل الأفيون والحشيش والمارجوانا وإلى آخره، وفي أيضا مواد كيميائية، وهذه مثل الكوكايين مثلا وغيرها، وهذه تأثيرها لسه أشد وأدهى. بالإضافة إلى السواد حول العين، بالإضافة إلى الأرق في الليل أو إلى النوم الكثير، إلى الخمول اللي بصير، الضعف في الذاكرة،
ضعف في النشاطات الذهنية والجسدية، الحالة من العزلة اللي بحب المريض انه او المدمن انه يكون معزول عن المجتمع، ما بحاول يعني يكون مع اهله، بتلاقيه منزوي بغرفته، بيطلع من البيت كثير، بنلاحظ انه بيطلع من البيت كثير وبيتاخر ليجي بالليل. كمان هي من الظواهر، بغير رفقاته، كان له رفقات معينين، فجاه لقينا غير رفقاته ورافق ناس جداد، ناس ما ألفناهم بيرافقوا من قبل، إن شلة السوق اللي بلش يتعاطى مع المخدرات، ببلش يطلب مصروف زيادة، كان ياخذ مصروف معين صار بده مصروف زيادة، صار عصبي زيادة عن اللزوم لأتفه الأسباب، بصير بيتخانق هو وأخواته، هو وأبوه، هو وأمه. هذا النزق وهذا العصبية الزائدة أيضا تدل على أنه يتعاطى إحدى أنواع المخدرات، بالإضافة لمردود المتدني في الدراسة وفي العمل. إذا كان عم يدرس فبتلاقي ترك الدراسة أو أهمل فيها أو تراجعت علاماته، إذا كان عم يشتغل فبتلاقي بلش يغيب عن العمل، بلش مردوده في العمل يقل إلى آخره. هذه مجموعة الظواهر الأسرية والاجتماعية والفيزيولوجية النفسية يعني اللي والجسدية اللي تبدو على المدمن. طيب دكتور، ذكرت في سياق كلامك أن المدمن يشعر بالمتعة. طيب ما الذي يجعل، أو هل يمكن أن توصف لنا طبيا كيف يشعر المدمن بالمتعة؟ وهي يعني معلوماتي أنها متعة لحظية أو متعة قليلة في النهاية، لكن ما الذي يجعله يشعر بالمتعة؟ هلا بداية، المواد المخدرة هي مثبطة للجملة العصبية وبتخلق نوع من الشعور من التراخي، من عدم الاهتمام بالأشياء ومن النسيان للهموم والمشاكل. يعني بتحطه بعالم، بجو تاني مغري بالبداية، إنه هو نسي همومه، هو أصلا هربان من الهموم والألم، الآن تخدر وصار بعيد شوي عن الهموم، وهذا شيء بيريحه طبعا. فبالبداية هناك عسل، ولكن في النهاية قد يؤدي إلى مشاكل نفسية كبيرة تنتهي أحيانا بالموت. نعم. طيب، على ذكر المشاكل النفسية والمخاطر التي يسببها الإدمان، تحدثنا أيضا في موضوع أنواع المخدرات المختلفة، وأن هناك نوع أقوى من نوع أو تأثيره أقوى من النوع الآخر. ما أقوى أنواع المخدرات التي تسبب أذى بالنسبة للشخص، وما حدود هذا الأذى أو حدود هذا الخطر؟ الحقيقة كل الأنواع بس يصير عليها إدمان تؤدي إلى أذى بلا استثناء، ابتداء من الحشيش اللي هو أخفهم، وانتهاء بالمورفين والمواد الأخرى اللي صار إلى يعني في إبداع في تصنيعها، كلها تؤدي إلى ضرر كبير جدا على الجملة العصبية وعلى نفسية الإنسان وعلى سلوكيات الإنسان. ما ننسى تماما انه حتى يعني الادمان يؤثر على السلوك، يعني المدمن بده ماده مخدره، الماده مخدره بده مصاري، بيخلصوا المصاري بيحتاج لاحتيال وسرقه احيانا لانه يبيع اشياء ثمينه مشان المخدرات، احيانا يؤدي الى يبيع عرضه مشان المخدرات. فهذا الكلام كثير خطير اجتماعيا بصراحه. هناك يعني أنواع المخدرات كثيرة جدا وتأثيراتها كمان كثيرة جدا، منها المثبطة ومنها المنشطة. يعني في من أنواع المخدرات نوع منشط، وهذا النوع المنشط يبدو أنه هو صار بزهو، صار عنده جنون العظمة، صار عنده قوة خارقة، ولكن هذا يتلف الأعصاب على الاستمرار في تعاطي هذه المادة. وهناك أنواع مثبطة أو مهدئة، الأنواع المهدئة تؤدي إلى النوم، إلى الكسل، إلى التكاسل في ردود الفعل، إلى حالة من يعني الضياع الكامل والنوم المستمر. طيب دكتور، أنت تعلم طبعا أن الإدمان شيء كبير وشيء خطير، ويتخطى يعني الاضطراب النفسي أو الأشياء النفسية التي نتحدث عنها دائما تحدث للأطفال أو تحدث للكبار أو غيره. وبالتالي عندما نتحدث الآن عن تعامل الأسرة
أو حتى تعامل المجتمع مع هذا الشخص المدمن ربما يكون التعامل مختلف عما يتعامله مثلا مع صاحب الاضطراب النفسي أو غيره. كيف يتعامل أو كيف نتعامل بشكل عام مع الشخص المدمن الذي تظهر عليه علامات الإدمان ويبدو ذلك واضحا وجليا؟ تماما. الحقيقة أن الأسر تختلف في تعاملها مع المدمن، مع الابن المدمن. يعني هناك أناس بيعرفوا أنه ابنه مدمن فبيقطعوا عنه المصروف وبيبهدلوه وبيقلعوه من البيت وبيتبروا منه أحيانا، وبالتالي هو يلجأ إلى الشوارع ويلجأ إلى أصدقاء السوء فتزداد المشكلة ويغرق في مستنقع الإدمان. طبعا الأسر يعني هذه اختارت طريق الهروب، طريق أنه خلاص تطلع أنت من البيت، أنت مالك ابننا، أنت مالك منا، مالك عنا شيء، فبيتبروا من الولد وبيتركوه لمصيره في الشارع. وهناك من يتصدى للمشكلة بشكل إيجابي، أنه أنت ابني، أنت أخي، أنت حبيبي، ولكن هذا السلوك، هذا السلوك سيء وما بصير تكمل فيه. وهنا يحتاج الأمر أحيانا إلى نوع من الحزم من الأب ومن الأم لمساندة الطفل أو الشاب ليتعافى من الإدمان. يعني ما مو كل الأحيان بينفع المعاملة الرخوة أو الطيبة جدا. نعم. أحيانا وخاصة في البداية مرحلة التعافي أو مرحلة دخول البرنامج للتعافي تحتاج إلى حزم من الأهل. طبعا الحزم لا يعني البغض، لا يعني الكره، لا يعني التوبيخ، لا يعني اللوم، بل يعني أن نكون حازمين في تنفيذ البرنامج، حازمين في التعاقد مع مشفى أو مستوصف للتعافي، ويخضع الطفل أو الشاب لبرنامج إدمان. هذا البرنامج طبعا له سيستم معين، يعني مو حي الله ما بيجوز مثلا نحن نقول والله ابننا مشان سمعتنا قدام الناس ما حنقول انه ابننا مدمن، مشان سمعتنا قدام الناس حنتكتم على الموضوع، نعطيه مصاري زيادة بخليه يشتري مخدرات مع شيء، ولكن ما نفضح قدام الناس ونروح على الأطباء حتى ما يقولوا انه والله ابنه مدمن. الحقيقة هذه النظرة خطأ، لأنه الاستمرار في الإدمان سيؤدي إلى نتائج أسوأ وأسوأ على الشاب نفسه وعلى الأسرة. أفهم من كلامك دكتور أن العلاقة تكاملية بين الأسرة وبين المختصين في هذا الأمر، يعني لا يمكن أن تقوم الأسرة بدورها المنوط بها من علاج نجلها بمفردها، هل يمكن أن تقوم بهذا الأمر بمفردها أم أن الأمر يختلف تمام حسب مستوى الإدمان؟ تماما، أحسنت. هذا السؤال هام جدا. يعني هناك بعض الناس يعتقدون أننا نستطيع أن نشفي ابننا من هذا، ولكن لا يمتلكون الخبرة والدراية للتعامل مع الإدمان. المدمن شخصية أصبح مختلفة تماما عن شخصية ابنه اللي كان، فيحتاج إلى خبراء اختصاصيين في هذا الموضوع، وخاصة في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى اللي فيها الانسحاب، يعني فيها سحب الأعراض الإدمانية من الدم. يعني هناك المرحلة الأولى يتولاها طبيب مختص في الإدمان، حتى ليس مرشد نفسي، بده يتولاها طبيب مختص في الإدمان خلال مدة 15 يوم أو 20 يوم حسب الحالة. بيعطيه مواد معينة، بيخفف الجرعات اللي بياخدها بشكل مدروس، بيعطيه مواد أخرى ما يكون إلى مضاعفات ثانية. فهذا شأن الطبيب المختص في علاج الإدمان. بعد هذه المرحلة بيأتي دور المرشد النفسي المختص، لأنه لا يكفي أنه نحن نقينا دم المدمن من المادة المخدرة. نعم. قد يعود مرة ثانية وثالثة، هناك آثار نفسية، هناك رجعة نفسية. نفسه الآن هو جسمه ما عاد يطلب المادة به، ولكن نفسه بتطلب المادة. نعم. بدنا نحن نتكاتف كلياتنا كأسرة وكمختص نفسي، معالج نفسي، وكفريق داعم
من فريق يعني من الأقران، وغالبا هذول هذا الشخص من الإدمان انتهى وقتنا للأسف. دكتور عمر النمر الاختصاصي في الإرشاد النفسي، نشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، معلومات طبعا مهمة جدا يا جماعة. أي حد عنده حد مدمن أو حد بيتعرض لهذه الأعراض أن يلتزم بها ويتبع تعليمات الطبيب المختص. خلينا ناخد فاصل قصير ونرجع من تاني عشان نكمل فقرات برنامجنا.